الهريسة، الهريسة هي يعني وصفة تونسية، أصلها تونسية، من قديم الزمان، يعني وصفات نتاع أمياتنا وجداتنا اللي هم معناها علمونا كيفاش احنا نعملوا الهريسة. في كل دار تلقاها، لكن كل واحد والريسيت نتاعو، كل واحد والوصفة نتاعو كيفاش يعملها. تسجيل الهريسة نتاعنا في التراث راها حاجة مهمة برشا، حاجة اللي هي معناها الحقيقة باش تولي الهريسة نتاعنا يعني معروفة عالميا، اللي هي معناها كي قلت الهريسة يعني تونس، ما خاطر هي معروفة يعني بالهريسة، يعني مش تولي تفتح لنا حتى الأسواق البرة، معناها مش تعرف أكثر، هي معروفة الهريسة لكن زيد تعرف أكثر بالتسجيل، وراها حاجة معناها مهمة برشا في الوقت هذا معنا. بل هذه حاجه اسمها الهريسه، هذه راهي حاجه مهمه ياسر في تونس، ما ثماش دار في تونس وما ثماش ليو في تونس او ريستورون او 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 حتى احنا تجار تلقاها موجوده عند كل حد بلاش بها، حتى يجيونا اجانب يعني يجينا من اوروبا، فهمتي دروب، يجيو يحبوا على الهريسه، فهمتني، من عاداتهم ما ياكلوش الهريسه، ما يخدموش الحكايه هذيا، فهمتني، يجيو لتونس ياخذوا، وقرار ممتاز بصراحه. هذايا احنا بدنا يشجعنا، احنا شجعنا باش نخدموها ديما، فهمني، حتى تجينا ساعات بيريود تنقص الطلب فيها، ينقص الطلب كي تصير فيها احاطه كيف هكايا، واحاطه ولهوه، فهمتي، وشو ونقراو الحساب ونعطيوها قيمتها، فهمتي، نلقاو الامور، فهمتي، احنا بدنا نشجعوا البيعانها وخدمتها ومعناها وكيفاش تقولوا محافظه عليها. احنا في تونس ما ثماش دار ما فيهاش الهريسه، نستعملوها برشا، نستعملوها برشا، سواء هريسه مرحيه عربي، سواء عربي ولا سوري، هذه ديما عندنا الهريسه في فريجيديرنا ما تنحاش.